اهلا بحضراتكم. اول خبر معانا النهارده بخصوص مهرجان القاهره للاعلام العربي، منذ ساعتين افتتح السيد انس الفقي وزير الاعلام فعاليات هذا المهرجان في حفله زي ما قلت في المقدمه، في الحقيقه كانت قمه في الاناقه والشياكه، حاجه تليق باسم مصر اعلاميا على مستوى الوطن العربي ككل. في الحقيقه كان في حضور كبير جدا، يعني كان في اكثر من 2000 كرسي، وال2000 كرسي كلهم كانوا يعني كثير منهم مشغولين بأبناء الوطن العربي مش بس مصريين، زي ما حضراتكم شايفين يعني الصورة كانت مبهجة جدا، وكانت يعني الإضاءة جميلة جدا، والموسيقى كمان اتعملت خصيصا، يعني الموسيقى اللي اتعملت في الافتتاح قبل كلمة السادة اللي افتتحوا المهرجان طبعا السيد أنس الفقي وزير الإعلام، كانت في موسيقى اتعملت مخصوص في الحقيقة علشان هذا المهرجان. حضراتكم شايفين يعني في حضور كبير، السيد أنس الفقي والمهندس أسامة الشيخ وناس كتيرة جدا كانوا أيضا في استقبال السيد الوزير، أستاذ إبراهيم العقباوي طبعا، أستاذ حسن حامد الرئيس الشرفي للمهرجان. عايز أقول لحضراتكم طبعا ده الاحتفال موجود في مدينة الإنتاج الإعلامي بمشاركة 14 دولة عربية. حضر طبعا حفل الافتتاح نخبة كبيرة جدا من النجوم المصريين والعرب، كبار المسؤولين الإعلام سواء في الدول المشاركة ورؤساء التلفزيونات شبكات فضائية عربية. عايز أقول لحضراتكم سريعا الدول المشاركة في المهرجان: لبنان، فلسطين، تونس، جيبوتي، الإمارات، اليمن، المغرب، السعودية، سلطنة عمان، قطر، والعراق، وسوريا، السودان. وطبعا يعني اكيد احنا نجومنا المصريين كانوا ايضا نجوم بتتلألأ في هذا الافتتاح. هنتوقف مع حضراتكم حول هذا التقرير، في التقرير حول هذا المهرجان. بسم الله، يبدأ مهرجان القاهرة للإعلام العربي دورته 16. كل عام وأنتم بخير ومرحبا بكم، وتمنياتنا بدورة ناجحة بإذن الله. شكرا. مهرجان الإعلام العربي اسم له تاريخ طويل، يدخل هذا العام عامه 16، فلقد بدأت الفكرة عام 1995 لتبدأ أولى دورات المهرجان لتستمر من 10 وحتى 17 من يوليو من نفس العام. وكان المهرجان مخصصا للأعمال التلفزيونية فقط في ذلك الوقت، ليتوسع المهرجان في دورته الثانية ليشمل الإذاعة أيضا، وليكون مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون مهرجان كل العرب، مهرجان بدأ عربيا وسيظل عربيا وسيستمر عربيا. واستمرت نجاحات المهرجان عاما بعد عام، سواء بالنسبة للجوائز التي يقدمها أو بالنسبة للندوات والمعرض السنوي الذي يقام على هامشه. وفي دورة المهرجان 13 قررت وزارة الإعلام تغيير اسم المهرجان ليكون مهرجان الإعلام العربي، ليصبح أكثر شمولا وليجمع كافة مجالات الإعلام. وينظم المهرجان اتحاد الإذاعة والتلفزيون برئاسة رئيس الاتحاد، كما أن هناك اللجنة الاستشارية العليا التي تتكون من 10 أعضاء يمثلون 10 دول عربية، ليكون المهرجان ملتقا عربيا فعليا. بدون المحتوى الهادف يفقد الإعلام أهم عناصره وأركانه، ولا بد للمحتوى الذي ننشده أن يعبر عن ثقافة الأمة بكل ما تحتوي عليه من ثراء وتنوع وتسامح واحترام للجميع. وقد تطورت جوائز المهرجان من دورة إلى أخرى، فبعد أن بدأ ب36 جائزة للأعمال التلفزيونية و18 جائزة للأعمال الإذاعية، وصل عدد الجوائز في الدورة 15 للمهرجان إلى 150 جائزة. وعلى مدار أعوام المهرجان تم تكريم العديد من الأسماء اللامعة في سماء الدراما الإذاعية والتلفزيونية، وسيكرم المهرجان هذا العام 21 مبدعا عربيا، منهم ممدوح الليثي والشيخ صالح كامل، والإذاعية إيناس جوهر، واسم الراحلين صلاح السقا وأسامة أنور عكاشة.
الليلة السابقة على افتتاح الدورة 16 لمهرجان القاهرة للإعلام العربي كانت الاستعدادات للحدث الكبير تجري على قدم وساق. الإعداد لحفل الافتتاح بدأ مبكرا قبل شهر تقريبا، كما يقول المنظمون الذين أرادوا إضافة لمسات جديدة لعرس الإعلام العربي هذا العام. احنا بادئين في تجهيزات بقى لنا فتره، وزي ما حضراتكم شايفين يعني في مجموعه كبيره جدا من العاملين بتحاول انها تنجز المطلوب منها في اسرع وقت ممكن. وضمن فعاليات المهرجان سيكون هناك سوق يضم اجنحه عرض خاصه بالقنوات الفضائيه من اجل بيع وتبادل المواد الاعلاميه، وفي موقع السوق كان سباق اخر يتم مع الزمن للانتهاء من العمل قبل بدايه المهرجان. قنوات فضائية ومنتجين ومستهلكين للبرامج الإعلامية سواء كان مسلسلات أو برامج أو من هذا المثيل يعني، وهنا بيتجمعوا في السوق هنا عشان يتبادلوا ترويج المواد الإعلامية دي يعني. فالأجنحة دي تبقى مخصصة للدول العربية والمصر، وفي هنا قطاع الاقتصاد وقطاع الإنتاج في الإذاعة والتلفزيون، وفي بقى في أجنحة للإذاعة وفي أجنحة للتلفزيون وفي أجنحة للقنوات المتخصصة، وبالإضافة طبعا للأجنحة للقنوات العربية. أما أعضاء لجان التحكيم من المصريين والعرب فبدأوا أعمالهم بالفعل قبل انطلاق المهرجان، ومن الوسائل الجديدة لمساعدتهم هذا العام بدء تطبيق استخدام الانترنت في تقييم الأعمال المشاركة. استخدام الانترنت والتكنولوجيا لها دور كبير في لجان التحكيم، وأعتقد يمكن المهرجان الأول في العالم اللي يستخدم هذه التقنية اللي هي إرسال الأعمال إلى أعضاء لجان التحكيم من خلال الانترنت والتحكيم عن بعد وتقنيات أخرى للحد من ظواهر الغش أو التلاعب في أو الضغط من قبل بعض الجهات على رأي الأكاديمي والعلمي والفني للجان التحكيم. الإعلان الاجتماعي يمكن صار الآن هو حاجة يعني لون من ألوان البرامج الإذاعية والتلفزيونية، أصبح يعول عليه كثير جدا في ظل يعني الإيقاع السريع اللي أصبح ينتظم العالم وبخاصة الأداء الإعلامي. لما الإنسان بتختاروا القاهرة للتكريم ده وسام يعلق على صدر باعتبار أن القاهرة هي يعني عاصمة الفن في العالم العربي. بينما تتواصل دورات المهرجان على مر الأعوام تتأكد مكانة القاهرة كعاصمة للإعلام العربي. الحقيقة شيء مشرف جدا لما يبقى حفل الافتتاح كده بهذه الروعة والأناقة والشياكة، حاجة جميلة. يمكن وأنا بتفرج دلوقتي مع حضراتكم على التقرير طبعا ما قدرتش أروح الحفل لأن أنا مع حضراتكم النهاردة، لكن في الحقيقة في حاجة كده جت على بالي دلوقتي حالا، فكرة إن إحنا في السنوات الأخيرة كان في أزمة اقتصادية على مستوى العالم ككل، وفي الحقيقة سبحان يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي هيبقى عارف الأزمة دي هتتفك إمتى وتتحل إمتى. يمكن الشيء الوحيد اللي يمكن ما تأثرش بالأزمة دي هو الإعلام. الإعلام هو اللي كان بينقل لنا الوقائع وأحداث وتفاصيل هذه الأزمة الاقتصادية، يعني يمكن زاد قوي وزادت قوة الإعلام في الأزمة، فسبحان الله يعني مصائب قوم عند قوم فوائد يعني. عموما النهاردة في الحقيقة كان في يعني حالة من الحراك والنشاط اللي كانت يعني في الحقيقة كانت واضحة جدا اللي كانوا موجودين داخل مجلس الشورى في بداية جلساته. تم فيها تشكيل لجنة خاصة لدراسة بيان السيد الرئيس حسني مبارك وتكلفها بإعطاء الأولوية ضمن خططها لما تستقبله من مشروعات قوانين على نحو اللي حدده الرئيس مبارك. طبعا في خطاب الرئيس مبارك حضراتكم طبعا كلكم تابعتوا هذا الخطاب، في الحقيقة الرئيس مبارك يعني مش حاجة إلا واتكلم فيها، أي حاجة كده تخطر على بالنا كلنا، أي موضوع بيضايقنا كمواطنين عاديين جدا، سواء كنا مواطنين يعني تحت درجة الفقر أو فوق الفقر أو متوسطي الحال أو حتى من الميسور الحال، الرئيس اتكلم عن كل حاجة بتهم المواطن المصري. طبعا اختص يعني بال بأصحاب الدخول البسيطة. فالرئيس مبارك في الحقيقة قال حاجات كتيرة جدا، وقال على ان موضوعات كثيرة جدا وقوانين كتيرة جدا يجب ان تتخذ في الدورة البرلمانية الجديدة عشان تحمي المواطن المصري. يعني مثلا
يعني مثلا تعزيز استخدامات المياه الجوفية، ده طبعا من خلال الإدارة المحلية، أيضا تنظيم استغلال أراضي الدولة بما يوفر لها الحماية من التعديات ومواجهة الفساد، في نفس الوقت توسيع مظلة التأمين الصحي ده علشان محدودي الدخل، وتغطية طبعا ملايين الأسر المصرية غير المشمولة بالتأمين حتى الآن، والتشريع الخاص بالوظائف المدنية لتعزيز الاستفادة من ثرواتنا البشرية، وتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية. يعني في الحقيقة الرئيس حسني مبارك ما سابش نقطة إلا لما تكلم فيها في هذا الخطاب اللي في الحقيقة كان شامل كل ما يهم المواطن المصري. مجلس الشورى ابتدى النهاردة يعمل لجان لمتابعة تنفيذ هذه القوانين وكل الأشياء اللي طلبها الرئيس مبارك. هنشوف مع حضراتكم في التقرير ده مجلس الشورى النهاردة في أولى جلساته الحالة داخله كانت عاملة إزاي. نشاط مكثف شهده مجلس الشورى صباح اليوم في أولى جلسات العمل في دورة انعقاده 31، وذلك بعد الجلسة الافتتاحية التي عقدت في نوفمبر الماضي. الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر، بسم الله وعلى بركة الله نستأنف جلساتنا في دور الانعقاد 31 الذي بدأناه في 8 من الشهر الماضي، وبعد أن أجريت انتخابات مجلس الشعب في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، قد كانت الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر على مستوى غرفتي البرلمان هذا العام خطوة هامة وتجربة فارقة على طريق دعم الممارسة الديمقراطية. ركز المجلس برئاسة السيد صفوة الشريف على الخطاب الذي ألقاه الرئيس مبارك خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، وأعلن السيد صفوة الشريف عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا البيان وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس. يجيء اجتماعنا اليوم بعد أن استمعنا يوم الأحد الماضي إلى البيان الهام والتاريخي الذي ألقاه السيد الرئيس محمد حسني مبارك في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى الذي حدد فيه سيادته معالم ومنطلقات مرحلة جديدة من العمل الوطني وأطر إصلاح تشريعي يرقى بمنظومتنا التشريعية والقانونية، ونضيف إليها ما يجعلها مواكبة لتحولات وتغيرات تفرض فكرا جديدا للتحديث الذي يزيد القدرة على مواجهة تحديات تفرضها متغيرات اقتصادية وتفاعلات علمية لا يمكن لمصر أن تعيش بمعزل عنها. وقد حدد السيد الرئيس مقاصد هذه المرحلة وغاياتها عندما أشار إلى أننا نبدأ بهذه الدورة البرلمانية مرحلة جديدة للعمل الوطني، مرحلة هامة نبني خلالها على ما حققناه في السنوات الماضية ونسعى فيها إلى انطلاقة جديدة نحو المستقبل، انطلاقة تنتقل بمصر إلى آفاق أرحب من النمو والتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية. النهارده السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمه استئناف القاهره اعلن انه جاري تحديد جلسه عاجله لمحاكمه المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل وهو طارق عبد الرازق امام محكمه امن الدوله العليا طوارئ. كاميرا مصر النهارده كانت موجوده